بعد زيارة العائلتين وأداء واجب التعزية والمواساة باسم الحكومة من طرف وزيرة التضامن والأسرة سعاد بن جبلّة، شيعت جنازة الطفلين إبراهيم وهارون إلى مثواهما الأخير بمقبرة زواغي سليمان. اللهم إنا نسألك، لا نسألك رد القضاء، يا رب نحن راضون بقضائك، ولكن نسألك اللطف في القضاء. اللهم رضينا بقضائك، اللهم رضينا بقضائك. الموكب الجنائزي كان مهيبا، حضرته السلطات المدنية والعسكرية إلى جانب جمع غفير من سكان المدينة الجديدة لمنجل وقسنطينة. كانت صورة التعاطف بادية. المطلوب لنا أمرين، المطلوب من الدولة أن تعمل عملها، والحمد لله الدولة وصلت إلى الجناه. المطلوب هو أن يقام القصاص الحق في هؤلاء الجناه. المطلوب كذلك من الشعب، من أولياء الشباب، أن يهدئوا من روع أبنائهم. احنا نترحم على أرواح البريئة تاع أبنائنا هادو، ونعزي أنفسنا والعائلتين الكريمتين، ونطلبوا من ربي سبحانه وتعالى أن ما أصابتهمش هذه المصاب غير هما. رانا كامل كشعب جزائري وكأبناء المدينة الجديدة وكأبناء مدينة قسنطينة، رانا متأثرين ومتأثرين بشكل كبير جدا. وحنا رانا متأثرين بهذه الجريمة هذه اللي صارت، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى تكون عندنا وعي حضاري، ما زيش تصرى منه هكذا الأمر هذا.